الأفلام يلي موجودة بالصالات السينمائية بلبنان هي عن جد أفلام كتير منوعة، في منا يلي عليه إذا بدكم جدل، في منا يلي رح ينزل قريبا على الصالات، في منا للأطفال، في منا لبناني، في منا يلي أخذ جوائز وغيرها كتير. رح نروح سوا بها الجولة أكيد يلي حضرت لنا إياها غيدا حتى نشوف شو في بخلال هالأسبوع بعد وكمان بالويك إند من أفلام بالصالات بالسينما أكيد بلبنان. ضمن أفلام الأسبوع فيلم البيوغرافي التاريخي داركست أور عن حياة القائد البريطاني وينستون تشرشل اللي بتم تعيينه كرئيس لمجلس الوزراء بخلال الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية، وبيعلق مصير أوروبا الغربية على قراره إن كان رح يتفاوض مع هتلر أو لا، مع جاري أولدمان وكريستين سكوت توماس. وحبيتك لوحدي مرتين. والفيلم اللبناني الدرامي نار من نار أو ستيل بيرنينج عن مخرج مقيم بفرنسا عم بيصور فيلم وبيلتقي بصديق قديم لإله. الفيلم بيتناول ذكريات الحرب وعلاقة الأصدقاء مع وجدي معوض، فادي أبي سمرة، رودريك سليمان، رامي نحاوي، عديلة بن مراد ويارا أبي حيدر، والكتابة والإخراج لجورج الهاشم. وليد. It's my first time on a commuter train. What about you? Every day, last 10 years. You must know everyone on this train. وفيلم الأكشن The Commuter عن رجل أعمال بيغرق بمؤامرة إجرامية خلال تنقله اليومي إلى بيته مع ليام نيسن، فيرا فارميغا، باتريك ويلسون، سام نيل وغيرهم. ولمحبي أفلام الرعب The Lodgers، سنة 1920 توأم إيرلندي عم بيعيشوا حياة غريبة داخل عقار عائلة، وكل ليلة بيدخل إلى العقار أرواح بتفرض عليهم أوامر مخيفة مع تشارلوت فيغا، ديفيد برادلي وغيره. What did we fight that war for? And it is over. What am I doing about it? You're doing what you're good at, writing plays. وفيلم البيوغرافي Goodbye Christopher Robin عن نظرة خلف الكواليس لحياة كاتب ومبتكر شخصية روايات الدب الشهير ويني ذا بو المستوحى من ابنه الصغير، مع فيكي بيبر، مارجو روبي، ويل تيلستون. Read it. Shall we go for a walk? Evening News will put Christopher on the front page. I was desperate to escape the well-worn path. Work, marriage, kids. Not me. I wanted to experience the extraordinary. وفيلم البيوغرافي جنجل عن مجموعة أصدقاء بينضموا لدليل داخل الغابة البوليفية للبحث عن قرية هندية، ولكن هالقرية هي مكان صعب التواجد فيه، مع دانيال راتكليف، أليكس راسل، ليلي ساليفان وغيرهم. Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. وثريلر ديترويت عن قصة مرتكزة على وقائع حقيقية صارت خلال اشتباكات ديترويت سنة 1967، وقت لمجموعة من رجال الشرطة بتجاوبوا مع شكاوى بطريقة غريبة مع كريس تشوك وميسن ألبن. والفيلم الفرنسي الدرامي أغفار لاو عن رجلين ما في شي بيجمع بيناتهم
غير الحرب العالمية الأولى، وأحد القادة بدمر حياتهم وقت اللي بيجمعهم كشركاء على أنقاض مجزرة الحرب. مانويل بيريز بيسكايار، ألبير دوبونتيل ولوران لافيت. You're the next door guy, right? Which makes you the girl next door? I need a partner for my dance class. If I make you a drink, can you come into my room and hustle with me? If you fix me a drink, I'll come in and clean your bathroom. وفيلم البيوغرافي Film Stars Don't Die in Liverpool عن علاقة رومانسية تنشأ بين ممثل شاب وممثلة معروفة بهوليوود مع جيمي بيل، أنيت بينينغ، جولي وولترز وفانيسا ريدغريف. هيدي كانت جولتنا على صالة السينما، ومن بعدها بنرجع على الاستوديو، وبطبيعة الحال رح ننتقل فورا لعند الشيف حسين ورشيد ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، لبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات، ثلاث وصفات مالح ووصفة حلو. عنا سلطة البتنجان بالبندورة، عنا مقلوبة الفول الأخضر بلحمة الغنم، عنا بتنجان رول محشي كمان مع صلصة اللحمة. حضرنا هالطبق أنا وياكم بتاني فقرة. وعنا سمبوسك بالجوز والجبنة. شو يعني بالجوز والجبنة؟ عنا حشوة جبنة وعنا حشوة جوز، عنا حشوتين للسمبوسك، هيدا طبق الحلو. لكن مشاهدينا بالبداية عندي قلاية على النار عم حمز زيتات طبعا هون للسمبوسك. عندي عجينة السمبوسك جاهزة اللي هي من منتجات تونس فود، لكن عجينة السمبوسك قدامنا. رح شيل أنا هالعجينة، لكن هيدي العجينة مثل ما عم نشوفها، خلينا اوكي، لكن شرائح السمبوسك هيدي هي عجينة شرائح السمبوسك مثل ما عم نشوفها. اوكي هاي هي العجينة، رح اعملها انا بشكل مثلث، رح نحضر لكن الحشوات انا وياكم. طيب بالنسبة للحشوات في عندي فستق حلبي، وايضا في عندي جبنة، لكن حطينا بالخلاط الكهربائي مثل ما شفتوا فستق حلبي وجبنة. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. ايضا في عندي سكر، كمان في عندي عصير برتقال. اوكي بدي اطحنهم. لكن مشاهدينا حشوة، عندي فستق حلبي، عندي جبنة، عصير برتقال وايضا سكر، جبنة موتزاريلا طبعا نحن هون عم نحكي. هاي الحشوة صارت جاهزة، طبعا حطينا معها من عصير البرتقال. اوكي انا هون هيك بدي ارجع اذكر كمان المشاهدين اللي عم بيتابعونا، اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي رح يمرق قدامنا على الشاشه. وانا كل نهار خميس باخر فقره من فقرات رشه ملح رح جاوبكم على كل اسئلتكم. لكن هيدي اول حشوه بنحطها بهالشكل، لكن مثل ما عم نشوف حطيناها بهالشكل، كمان بنلفها. اوكي نلفها مثل ما خبرتكم بشكل مثلث. اوكي لكن هيدا اول مثلث. عندي هون من الطحين والماي ندوبهم مع بعض لنلزق فيهم، لكن بهالشكل. اوكي عندي اياها بهالشكل مثل ما عم نشوفها. طبعا برجع بذكر المشاهدين عندي عجينة السمبوسك، شرائح السمبوسك جبناها جاهزة من منتجات تونس فود، لكن هيدي هي العجينة قريبة لعجينة الرقاقات بس بتكون شرائح بغير شكل. كمان بعمل بشكل مثلث، كرر العملية كمان. اوكي كمان بنلفها بهالشكل.
هون بعد ما خلص تقليتهم عنا الزيت حامي. طبعا شو رح نعمل؟ رح اجي انا لكن رح حطهم دغري بالقطر، عندي قطر جاهز مبرد، طبعا رح نقليهم ونحطهم بالقطرات كمان. نسكرها بهالشكل، بلشت انا احط لكين بالزيت. اما بالنسبة للجوز، خلطة الجوز، لكن رح اطحن الجوز انا مع ماء الزهر، ايضا ماء الورد، سكر ورشة قرفة. طبعا هون بقول للمشاهدين فيكن تحطوا ايضا مع هالوصفة فيكن تحطوا من الزنجبيل، الزنجبيل كمان مشاهدينا بيعطي نكهة كتير طيبة. كمان لكن دخلها جبنة، فستق حلبي مع جبنة مع سكر وايضا عصير برتقال، خلطناهم مع بعض وعم نحشيهم بهالعجين. هلا طبعا انتم مشاهدينا فيكن تحشوها هالطبق بالعجين اللي بتحبوها والعجين اللي بدكن اياها، ما عنا اي مشكلة، بس نحن اليوم عملينها بعجينة السمبوسي. نحضر ملقط، ايضا صحن، لكن ننطرها لحتى تاخذ لون ذهبي، نرفعها من الزيت، نحطها على صحن. بعد ما يمتص الزيت بنسقطها لكن مشاهدينا بالقطر. كمان عندي، نكرر العملية، صدقوني حشوة كتير طيبة. برجع بذكر المشاهدين نحن اليوم حضرنا وصفة مقلوبة الفول الأخضر، طبعا مع اللحمة، لحمة الغنم. لكن المقلوبة أول شيء جبت زيت زيتون، حطيت زيت زيتون بطنجرة، قليت فول أخضر. بعد ما أخذ لون فول الأخضر، أنتوا هون فيكن تضيفوا بصل أخضر أو فيكن ما تضيفوا بصل أخضر حسب ما بترغبوا. أنا ما حطيت بصل أخضر، أنا حطيت بس فول. رجعنا ضفنا طبعا البهارات اللي هي جوزة الطيب، أيضا مشاهدينا ضفنا كمان هيل مطحون، فلفل أسود، رشة ملح، جبت رز الهندي غسلته كتير منيح، وأيضا ضفت الرز الهندي، وضفنا من لقلوبات مع هالطبق لوز أو فيكن تضيفوا من السنوبر، ضفتهم وضفت مرقة لحمة، طبعا مرقة اللحمة الغنم اللي عم نسلق فيها ضفناها، و تركنا الرز لحتى نبت، طفينا تحت الرز، ايضا صار الرز جاهز. اما بالنسبه للحمه الغنم، جبت لحمه غنم قليتها شوي لحتى اخذت لون، ضفت لها مي، طبعا بعد ما غلت مع المي اللحمه طلعت الزفره على الوجه، شلنا الزفره لكن مشاهدينا عن الوجه وضفنا المواد المعطره، طبعا اللي حب هيل، ورق غار، عود قرفه، شو بيكون متواجد عندكم ما عنا اي مشكلة من مواد معطرة، جزر، كرافس، بصل، ورق غار، ما في عنا اي مشكلة. طيب هون خلينا نشوف، لكن عنا هون مثل ما عم بتشوفوا في عنا سمبوسك بلشت تاخد لون. اوكي كمان منقلبهم. نعمل بعد كم حبة ومننتقل لنبلش بخلطة الجوز. لكن هيدا كان بالنسبة للفول الأخضر. عنا سلطة البتنجان والبندورة، قطعنا البتنجان، قطعنا البندورة، طبعا البتنجان قطعناه مربعات والبندورة قطعناها مربعات، حطيناهم بصينية، حطينا زيت زيتون وفوتناهم على الفرن مع ملح وبهار أسود أكيد، فوتناهم على الفرن، طبعا استووا.
صاروا جاهزين عنا لحتى نحضرهم سلطة أنا وياكم مع الخل زيت الزيتون وغيره. بس بتاني فقرة أنا وياكم رح نحضر هالطبق. أما في عنا البتنجان المحشي بتنجان رول محشي لحمة، لكن مشاهدينا البتنجان رول المحشي لحمة كمان هالوصفة جاهزة عنا طبعا سكبتها. وأيضا بتاني فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا الحشوة، بصل مع ثوم مع لحمة مفرومة خشنة قليناهم مع بعض، ضفنا لقلن بندورة ورب البندورة مثل ما عم نشوف، حضرت هالحشوة رشة ملح رشة فلفل أسود، جبت الباذنجان الباذنجان قطعته شرائح حطيت رشة ملح رشة فلفل أسود زيت زيتون وفوتنا نحن فوتناهن لكان مشاهديننا على الفرن لحتى دبلت الباذنجانة حسينا طريت صارت تنلف معنا، استوت الباذنجانة شلناها أيضا لكان من الفرن. بعد ما شلناها من الفرن حطيت الحشوة اللي حضرناها، حشيت الحشوة حشوة اللحمة حشيناها ولفيناها بشكل رول وسكبناها بهالشكل. هون بدي أقول للمشاهدين طبعا بعد بدي رش لقلة من رشة الزعتر، لكن في عنا بدنا نضيف لهالوصفة رشة زعتر زعتر يابس زعتر مناقيش، لكن عندي اوكي. خلينا نروح لحشوة الجوز. حشوة الجوز عندي جوز، لكن عنا من الجوز طبعا بدي اطحن الجوز. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بطحن الجوز، فيكم تطحنوه انتو بالخلاط او بالمكنة الكهربائية ما عندي اي مشكلة، نطحنهم بهالشكل. صار عندي خليط الجوز، رح اجي جيب وعاء رح حط بهيدا الوعاء الجوز. لكن هيدي خلطة الجوز، حطيت جوز، بحط مزهر، بحط ايضا موارد، بحط سكر، بحط قرفة، وكمان بنخلطهم مع بعض. لكن مشاهدينا جوز مزهر موارد سكر قرفة، حضرت خلطة الجوز انا بهالشكل، طلع عندي خلطة الجوز. ايضا رح احشي انا السمبوسك بالجوز، وبتاني فقرة بخبركم بالتفصيل عن باقي وصفاتنا وعن اسئلتكم. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.